طبعا بداية هذا الخبر ويشرفني أني أنا اللي أتحدث فيه. كشفت جامعة الملك عبد العزيز في جدة عن تخرج 3 طلاب مصابين بالتوحد وإدخالهم في سوق العمل، مشيرة إلى سرعة اندماجهم في العمل والتميز في الأداء وإتقان المهام الوظيفية. طبعا جاء ذلك خلال فعاليات احتفال جامعة الملك عبد العزيز بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم لعام 2017، والذي تنظمه وكالة عمادة شؤون الطلاب لذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة. أنا جدا سعيدة من هذا الخبر صراحة. طبعا عشان نتكلم أكثر، مين معنا عبر الهاتف؟ معنا عبر الهاتف دكتورة وجدان وزان، وكيل عمادة دكتور وجدي وزان، وكيل عمادة شؤون الطلاب لذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا فيك دكتور وجدي. أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور وجدي، يعني أولا عن نفسي أنا أحب أشكرك، وأكيد زميلاتي وبرنامج سيدتي وروتانا خارجية تحب تشكركم لجامعة الملك عبد العزيز لأنها بادرت في تخريج طلاب ذوي التوحد. بصراحة يعني شيء رائع منكم. أحب أشكركم وشكرا على هذا اللقاء وشكرا على حسن الظن. الله يعطيكم العافية. الله يسلمك. الله يسلمك إن شاء الله. دكتور وجدي تفضل. هذا واجب الجامعة. نعم. أن تقدم التعليم الملائم لجميع فئات المجتمع بغض النظر عن قدراتهم العقلية أو الجسدية. صحيح. وهذا ستاندرد عالمي موضوع لكل جامعات المملكة. يعني دكتور وجدي، بداية الإدماج كان أكبر خطوة قامت بها الجامعة أنها تدمج طلاب مصابين بالتوحد بالطلاب المعافين، كان هذا شيء مرة ممتاز. يعني أنا أتذكر أنه صار قبل كذا ولكن أطفال عن موضوع الإدماج، ولكن لو تقول لي كيف تمت تهيئة الجامعة خلال هذه الفترة من إدماجهم والتعليم معهم؟ طبعا بالنسبة للطلاب من ذوي طيف التوحد، نعم، انت عارفة انه عادة التعليم بعد الثانوي يتوقف عادة. صحيح. واذا كملوا يكون التعليم خارج المملكة. طبعا الجامعة يعني بتنظر لكل الفئات، عاملة في عمل كبير في جامعة الملك عبد العزيز في موضوع الاشخاص ذوي الاعاقة. التوحد جزء منهم، فعندنا الجامعة مميزة بكلية السياحة. طبعا انت عارف التوحد بالذات الصعب منه يكون لرأينا انه حكايه السياحه فيها عمل متتالي، فيها عمل يعني روتيني، وهذا يعطي نفسه للاشخاص ذوي التوحد. يعني هي دكتور وجدي، احنا عارفين انه التوحد درجات، وفي توحد، نعم، شديد وفي توحد خفيف اللي هو الطفيف، لكن نعم، كيف تم تعامل هيئه التدريس، كيف تم تعامل الطلاب معاهم، كيف هيئتوهم لهذا الوضع؟ والله خليني احسن عشان لا ندخل في الاشياء العلميه، اقول لك عن التجربه البسيطه لمشاهدينكم. هذا واحد من الطلاب سبحان الله كأنه دخل طالب وخرج طالب آخر، نعم، بسبب علاقاته وتعامله مع زملائه وأعضاء هيئة التدريب. ما أخفيكي كان في صعوبة في البداية. صحيح. لكن تدريب أعضاء هيئة التدريب، طبعا عندنا في مركز ذوي الاحتياجات الخاصة في عندنا مستشار أكاديمي كان طول الوقت مع أعضاء هيئة التدريب، يروح لهم يقول لهم يحل أي مشاكل تحصل بدري. وحقيقة اندماج الطالب مع هذول الطلاب ودرسوا أكبر مساعدة جاته مو مننا، من الطلاب زملائه. نعم. الحمد لله، يعني أنا من الناس اللي متابعه في الواتساب طول الوقت. أنا لما دحين أجلس مع الطالب هذا، حتى والله العميد كان يعني بيقول لي، قال لي الطالب هذا دخل عندنا خرج إنسان آخر. فسبحان الله، طبعا الآن هو اتدرب في الشركة السعودية للتموين وعرض عليه إن شاء الله وظيفة هناك، ولكنه هو يفكر إنه بيكمل، تعرف عندنا كلية السياحة 2 دبلوم وصارت 4 سنين بكالوريوس، فهو يفضل انه يكمل البكالوريوس ونشوف نحن الافضل وننصح في الشيء اللي اكيد طبعا الشيء اللي يحبه هو حيصير وربنا يسهل، وان شاء الله نقدر في تخصصات اخرى ان شاء الله ولفئات اخرى. انت عارفه الجامعه مثلا عندنا نحن الصم الطالبات يدرسوا بكالوريوس في التصاميم والفنون وبيتخرجوا منه، وفي توجه كبير اننا نفتح لهم تخصصات يكون نافع لسوق العمل. يعني ما نبي نخرج طالب من ذوي الاحتياجات الخاصه في تخصص ما يلاقي عمل بعد فيه. مع أكيد. هذا التوجه، مع توجه المملكه ورؤيتها الجديده، فان شاء الله بنفكر الان
للصم تخصصات جديده زي الحاسب او شيء تسمح لهم انهم يكونوا نفسهم وانهم يواكبوا سوق العمل. طيب دكتور وجدي، بوجهه نظرك ايش هو الشيء اللي يميز طلاب التوحد عن بقيه ذوي الهمم الاخرين؟ وهل سوق العمل فعلا يحتاج للتوعيه للمصابين بمرض التوحد؟ طبعا والله نعم، يعني يحتاجوا للتوعيه ويحتاجوا لانهم هذول الناس قادرين على اداء عملهم طالما نحن وفرنا لهم البيئه المناسبه للعمل. طيب الاشخاص ذوي التوحد في عندهم ميزه انهم ما شاء الله لا يكلوا ولا يملوا من عمل نفس العمل، يعني صحيح. ايوه يعني مثلا انهم كانوا مثلا يشتغل في فندق ويصلح السرير مثلا، هذا جزء من مهاراتهم في كليه السياحه، هذا كل يوم حيصلح لك السرير بنفس الطريقه بنفس الوزن، ما حيقول لك طفش ابدا. يمكن انتم شفتوا، يمكن كمان عندهم دقه دكتور وجدي اكثر من اي انسان طبيعي، اللي نعرفه مريض التوحد لما يركز في شغله يتقنها اكثر من اي انسان طبيعي. نعم هو عشان كده جات في الادبيات حقتهم وتاهيلهم انهم الاشياء اللي فيها عمل متكرر زي مثلا كوي الملابس، يكوي الملابس يعني بطريقه ممتازه وبيرفكت، انا اقول يعني كامله كل مره. أكيد. ما يجيك في نهايه الدوام يقول لك بعد شهرين ثلاثه والله انا طفشت من حكايه كوي الملابس اشوف لي شغله ثانيه، لا هذا شيء جميل فيه. دكتور وجدي وزان وكيل عمادة شؤون الطلاب، شكرا لمداخلتك معنا، وطبعا جزير الشكر لجامعة الملك عبدالعزيز بأنهم بدمج الطلاب ذوي التوحد مع الطلاب، وأكيد حنشوفهم لازم يكونوا فعالين، لازم يكونوا فعالين في المجتمع، ياخذوا مساحتهم وكمان ياخذوا فرصتهم لأنهم مبدعين في شيء آخر، يعني في شيء ما يعني. صح ولا لا؟ صح. طيب.